بسم الله ولا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه، ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 2/9/2022، وتعالوا نشوفوا اسعار الماعز مع المعلم صبري بتاع ابو حمص. صباح الخير يا معلم صبري. صباح العسل. عامل ايه يا غالي؟ كل سنه حضرتك طيب. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع، اللهم امين. الاسعار عامله ايه في الماعز الجنيه يا صبري النهارده؟ الاسعار هتهدي. ليه كده؟ ايه السبب يعني؟ محدش باع حاجه. حدش باع حاجه. حدش باع حاجه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الماعز يا جماعه مال سوق ابو المطامير اهوت. بسم الله ما شاء الله، زي صبر مقبول. علينا نعمل نشحته. ليه بقى؟ هذه المعزه تتشحت. هتشحت المعيز. الله اكبر. هتيجي كده وانت طالع نديك واحده نقول لك اسحب وروح. اسحب وروح. الله يبارك لك. طب عمار قد ايه يا صبر بدول؟ دولت. اي. دول حوالي يعني من 5 لـ6 شهور كده. من 5 شهور لـ6 شهور الاعمار. بسم الله ما شاء الله. اموم ديت؟ دي والده وراجل. جدي واحد. اللهم صل على النبي. الخلفه اللي نايم ورا دي نايم ده. طب ارفعه كده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج ومد عليك وصلى على حبيبك النبي. دي معز مطروح. دي معز مطروح برجي. ايوه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اتفرج ومد عينيك وصلى على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. طب كم وكام يا صبر؟ سمرنا الاسعار بقى. السوق ده برضه احنا عايزينهم يحنوا علينا عشان بيظلمونا. احسن ناس يا عم. كم وكام يا صبر؟ ايه. كم وكام؟ صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. عندك ادي 1، 2، 3، 4، 5. 5 دول على بعض؟ في 12 دول، واحد ب 12. 5 دول ب 1200 الجد. 6 هم في 12. 6 في 12. عندك في حاجة زي كده ب 800. ب 800 دي؟ ايوه. ذكر ولا انتهي؟ ده ذكر. ذكر عامل 800؟ اه. مش ياما عليها صبري؟ لا مش ياما. اسعار طبعا احنا شارينا نعملوا ايه طيب؟ يعني نكذب عليك نقول لك ب 500. عمره قد ايه طيب؟ ايه؟ عمره قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور. اللهم صل على النبي. طب المعزه الوالده دي؟ المعزه الوالده؟ اي. ب 2700. بس دي بسم الله ما شاء الله كانك هتجي منها. 2700 ورا ذكر ولا انتهي؟ اللهم صل على النبي. الله يبارك لك ويصلح حالك يا صبري. ادينا الرقم طيب. 03 وحايد. 03 وحايد. 4990. 490. 920. 03 وحايد. 4990 470. 03 وحايد. 4990 4990. 470. المعلم صبري يا جماعه من ابو حمص. أيوة. اللي عايز ماعز جنيه، ماعز والد موجود عنده. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. صباحك ابد ان شاء الله. صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. السلام عليكم يا رجال. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي. الله اكبر. نعم. المعزه جايبه حولي. اللهم صل على النبي. بترد على الحولي من المعزه ازاي بقى ولا عادي؟ لا عادي. هو جاي لوحده يعني؟ شاريينه لوحده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ده خدته بكام الحولي ده غالي؟ ده عامل كام؟ عامل 500. 500؟ عمره قد ايه؟ ها؟ شهرين. عمره اسبوعين ولا اسبوع؟ لا شهرين. لا يا عم شهرين، ايه ده صغير لسه. اللهم صل على النبي. طب المعزه دي عامله كام؟ ها؟ لورين اللي وراك. المعزه دي عامله كام يا عمده والله؟ عامله كام؟ 2000. الله يبارك لك ويصلح حالك، ناركم ابد ان شاء الله. بكام خدتوها حاجه؟ نتاية ولا ذكر؟ دي ذكر. عامل كام والله؟ والله دي ب 1000. خدتوه ب 1000. بسم الله ما شاء الله. ده عمره قد ايه كده ولا ما تعرفوش؟ الله يصلح حالكم، ربنا يجعله مبروك عليكم. اللهم صل على النبي. على الماعز النهارده في سوق ابو المطامير. الله اكبر. السلام عليكم يا رجالي. الله وبركاته. الاسعار عامله حاجه النهارده؟ الحمد لله الاسعار كويسه. اللهم صل عليك يا نبي. ده نوعود جدي دي؟ جدي ده جدي خليط بور 2000 جنيه. خليط بور عامل 2000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. طب والتاني ده؟ وده مجنس شامي عامل 3000 جنيه. شامي عامل 3000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. على ما يراه. يعني دي ب 3000 وده ب 2000 حاج، يعني الاثنين ب 5. الاثنين ب 5000. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. على الماعز السوق ابو المطامير النهارده. لانك دول معاه؟ نعم. لانك معانا. معاكم برضه؟ بسم الله ما شاء الله. الجدي الاحمر ده عامل كام ده؟ 3000 ونص؟ اه 3000. الله اكبر. جدي شاب. واللي في ريحه؟ دي اخته ربعيه ب 25.
ها ربعية؟ بلفين بلفين ونص. 2000 ونص؟ طب والفلاحة دي؟ دي اثناء زوالتي وابنها عملت 6000 ونص. 6000 ونص يا ابني ابنها دي؟ جد 6000 ونص مش يام عليك؟ دي هي ومعزة المعزة لحم. معزة لحم الله أكبر. ليه بس كده؟ اللهم صل على النبي. ودي جد الوحدة ب 25. 25 2000 ونص. اللهم صل على النبي. اللهم ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يلا صار حلوه النهارده، صار كويسه والناس رايقه وفي مكسب وربنا يكرمك وربنا يصلح الحال الجميع. اللهم امين. انا رايقه خالص. طب ادينا الرقم لحد عايز حاجه اتواصل معاه. عندك الحاج احمد عقده حوش عيسى. الحاج احمد عقده حوش عيسى النهارده سوق ابو المطمئن مدرسه العزالي ابازه. بجوار مدرسه العزالي. بجوار مدرسه العزالي. الله يبارك لك. ادينا الرقم. طيب 010 23 97 97 95 25. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواجهه اليوم بالله عليك تعمل مواجهه. صباحكم ابد ان شاء الله. اللهم صل على النبي على الماعز الوالد والجنية يا جماعة واللحمة مع المعلم عادل القطعاني. صباح الخير يا معلم عادل. كيف حالك أبو عادل؟ كل سنة طيبة يا جماعة. الله يبارك لك. الأسعار عاملين النهاردة في أبو المطمئن. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الأسعار عاملين يا حاج عادل النهاردة. تمام والله الحمد لله. الله يبارك لك. دي كورة ولا أنت؟ دول كورة. دي كورة جنية يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. يعني عمر قد إيه يا حاج عادل؟ جيت عمر 4 شهور. 4 شهور. بسم الله ما شاء الله على الماعز يا جماعة. الله أكبر. دي مالطة يا حاج. دي مالطة. الله أكبر. كام وكام يا عم عادل؟ آخرهم خالص يعني؟ أي. بنبيعه علم جملة وبنبيعه كده اشتهار. جملة واللي عايز حتة برضه ماشي. الجوز ب 32 و 3000. 32 و 3000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بس غلط كبير وفي صغير بقى وفي اقل صغير هناك اهو. اي صوروا برضك عشان خاطر ايه معك برضه تبعه؟ لا لا مش تبعه. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. ماشي الكلام ده. يعني الجدي من دول عامل كم من دول يا حاج عادل؟ دول اثنين ب 32 و 3000. يعني الواحد ب 1600. ايوه الله يبارك لك. و1500 بسم الله ما شاء الله. طب الوالده ده يا عم عادل؟ انا دي الوالده دي 27. كم؟ 27. 27 وخلف وراه اثنين ولا واحد؟ وراه ذكر وانتهى. ذكر وانتهى عامله 27 2700. ممكن تكون عشرة لعيالك. ممكن تكون عشرة لعيالها. الله يبارك لك يا حاج عادل. بسم الله ما شاء الله. طب الجدي ده؟ انا ده. ده؟ ده؟ عامل 18. 1800 بسم الله ما شاء الله. طب الكبير اللي مربوط بالعربية ده؟ ده سيس بقى. سيس عامل كام؟ عامل 17 ونص. 1750 بسم الله ما شاء الله. يا اخي صار هادي يا خالد. الله يبارك لك يا حاج عادل ويصلح حالك وحال الجميع. طب ادينا الرقم يا حاج عادل. 0100 1300 1380 5818. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواجهه اليوم بالله عليك تعمل مواجهه. صباحك ابد يا حاج عادل. معلم عادل القطعان ابو المطامير الله يصلح حاله وحال الجميع. باللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أسيبكم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.